Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo concernant l'algèbre. On va voir la famille génératrice. On a déjà vu dans les séances précédentes comment calculer l'espace vectoriel et comment calculer le produit cartésien des ensembles. Et la séance précédente, on a vu comment calculer la combinaison linéaire. Alors aujourd'hui, on va voir la famille génératrice. Alors, on va voir ici là. Alors, on va dire une cours. La famille génératrice ou le système générateur. On dit que soit S de x1, x2, xn, yani les paroles de l'ouvrage du joueur, qu'est-ce que c'est que x1 jusqu'à xn, un système de n vecteurs. N a dit le kénéhna, il y a dit les vecteurs. N vecteurs, yani, quand je trouve des R, on dit que n, quand je dis n, on dit que 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 n, هذه لما كنقول لها نقول لها كتنتمي ل ار اس 3 علاش حيت عندي ثلاثه ديال لي كومبوزون هاد ولا بعد ما كيجي كيقول لك اكس 1 اكس 2 اكس 3 كتنتمي كندير ار اس 3 علاش حيت عندي هنا ثلاثه هذه هي ان ديالي هنا هي اللي كنجي ندير هنا الو فوقاش كنقولوا باللي راها سيستيم راها في لا فامي جينيراتريس او لا في سيستيم جينيراتور Alors, il y a S, il dit générateur de R os N, si il y a quelqu'un dit quel que soit X appartenant à R os N, yani, même il y a qu'un X, had X est de même, même il y a qu'un X, qui n'est jamais R os N, qui n'est jamais R os N, li kulli, il y a alpha, had alpha hado, alpha 1, alpha 2, alpha 3, qui hado adad haqiqir, qui n'est jamais R os N, ce sont des réels. Tiens, qui n'est jamais R os N, alors je vais dire alpha N, mais c'est maintenant, il y a alpha 3, alors je vais dire R os 3. عندي الفا عندي مثلا اكس ايكغيك زد غنجي ندير ال اس 3 حيت عندي ثلاثه ديال لي كومبوزون تيل كو اكس خصها تساوي لي لا صوم ديال الفا اي فوا اكس اي لا صوم ديال اش ديال الفا اي الاعداد الحقيقيين فوا اكس اي هما هادو يعني غنبقى نلقى الفا اي الفا 1 فوا اكس 1 بلس الفا 2 فوا اكس 2 بلس الفا 3 فوا اكس 3 بحال كيما درت في لا كومبينيزون لينير غنديرها حتى هنا الوغ غادي نشوف معكم واحد ليكزومبل باش يزيد يتضح لينا هادشي هذا الوغ غادي نبداو على بركة الله التمرين هذا باش ان شاء الله نزيدو نفهمو مزيان الكور غنصور معكم هاد التمرين هذا حيت هو بليزابليكاسيون اولا بالتمارين كيمكن لك تفهم هاد الكور هادو ديال لا فامي جينيراتريس الوغ كيجي كيعطيني واحد لا فونكسيون عطاني اف بعدا كتساوي لنا اكس ايكغيك زد كتنتمي ل ار اس 3 يعني هنا اكس ايكغيك زد ثلاثه لي كومبوزون درنا ار اس 3 كون كانوا خمسه ندير ار اس 5 كون كانت مثلا اكس 1 اكس 2 جوسكا اكس ان غتعطيني غندير ار اس ان هذه اللي كاينه في الكور كنقولوا ار اس ان بحيث ان اكس بلس 2 ايكغيك موان زد كتساوي صفر هذه هي لا فونكسيون اللي غنخدموا عليها كيجي كيقول لك بين ان مونتخي كو اف اي اون فامي جينيراتريس بوي ديتيرميني اي واحد و اي جوج لي فيكتور اي واحد و اي جوج هذوك لي فيكتور اي واحد و اي جوج هما اللي غيخليوني باش نصاوب باش نبين بلي لا فامي جينيراتريس لا فامي جينيراتريس قلنا هي يو كتساوي من طرف من الكور يو كتساوي لينا اكس فوا اي واحد بلس ايكغيك فوا اي جوج هذيك اكس مع ايكغيك سو سون دي بارامتر يمكن لك تحددهم تقول مثلا الفا و بيتا او لا غاما و الفا المهم كتبقى تلعب دوك لي بارامتر ممكن تلقى عاوتاني بي و سي ممكن تلقى المهم على حسب شنو لي بارامتر اللي اختاريتي الو غادي نبداو على بركة الله كتجي كتحط واحد المتجه U ذات الإحداثيات إكس إيكغيك زد هاد U هادي خاصها كتنتمي ل F علاش حيت إكس إيكغيك زد دوميا كاينين في F هاد F هي هادي هاد F اللي هنا راه هي هادي حتى في لا فونكسيون عندي إكس و إيكغيك و زد يعني كتنتمي ل F لي دوميا كتنتمي ل R أس 3 حيت عندي ثلاثة لي كومبوزون R أس 3 ألوغ تساوي ألوغ أون فوا حطيت هادي دابا هاد U هادي هي اللي غنخدم عليها هاد U هي اللي خاصها تساوي لي X فوا U واحد بلس إيكغيك فوا إي جوج هي هادي ألوغ كتساوي ليا ألوغ غنجي نجبد غنجبد واحد البارامتر من هادي أول حاجة كتجي دير كيخصك تجبد واحد البارامتر من هنايا اون فوا جبتي واحد البارامتر من هنا الأخرى غادي تحددو بوحديتهم يعني كتجي كتحط إكس كتساوي إيكغيك كتساوي زد كتساوي خصني نجبد إكس من هنا غنجبد إكس من هنا إكس كتساوي لينا ألوغ هادي غتمشي ليها غتولي ليها هي زد هادي غتمشي ليها غتولي ليها ناقص جوج إيكغيك أنا حددت الأولى إكس كتساوي لي زد موان دوز إيكغيك دابا هاد التحديد هذا راه كيكون بعض المرات على حساب الاخر ممكن تخرج من هنا من ايكغيك ممكن تخرج من هنا المهم تشوف الطريقه السهله اللي غتخرج لك هاد الحلال
الوغ انا لقيت الطريقه السهله ديالي هي غنخرج اكس من هنا، اين فوا نخرج اكس من هنا غنخرج ايكغيك وزد. الوغ ايكغيك شحال غادي تساوي لي انطلاقا من لا فونكسيون؟ شي كلام كنخرجو من لا فونكسيون، على فونكسيون عندي فيها ايكغيك غادي نخرجها. الوغ عندي شنو اكس بلس اكس بلس دوز ايكغيك موان زد كتساوي صفر، هادي هي لا فونكسيون ديالي. الوغ ان اكس بلس دوز ايكغيك كتساوي لينا هاد ناقص زد الفيلات تولي زائد زد. الوغ بغيت انا ايكغيك قلنا دوز ايكغيك كتساوي لينا زد موان هاد الاكس الفيلات تولي موان اكس، اذا ايكغيك كتساوي لينا زد موان اكس مقسوم على جوج. الوغ كنجي نعوض الاكس بالقيمة ديالو، ايكغيك كتساوي لينا قلنا زد ها هي ناقص ها هي، كنحط الاكس القيمة ديالو ها هو زد موان دوز ايكغيك كل مقسوم على جوج. الوغ عندي اللي غادي تساوي ليا زد نكتبها كيما هي، ناقص غادي ندخل عليهم ها هي ناقص زد ناقص دخل عليها هادي تولي هي زائد جوج ايكغيك الكل مقسوم على جوج. الوغ غتمشي لي زد مع ناقص زد كتبقى ليا جوج ايكغيك على جوج، جوج على جوج هي واحد، اذا ايكغيك كتساوي ايكغيك، ايكغيك كتساوي ايكغيك، اذا هنا غنمشي ندير ايكغيك كتساوي ايكغيك. على الاولى مزيان، نفس الشيء غنديرو بالنسبة لزد. نجبدها عشان زد من هنا، الا بغيت نجبد زد من هنا غندوزها لهي غتولي لي عندي زد كتساوي الوغ اكس بلس دوز ايكغيك، اكس بلس دوز ايكغيك. غنجي عاوتاني نعوض بالقيمة ديالها، انت زد كتساوي لينا اكس نعطيها القيمة ديالها اللي هي زد ناقص دوز ايكغيك بلس دوز ايكغيك. الوغ عندك دوز ايكغيك مع ناقص دوز ايكغيك هادشي بحال هكا، الوغ كتبقى لي زد كتساوي زد، هي هادي زد كتساوي زد. هذه هي الطريقه السهله اللي كان زعما باش تسداك الاكس باش تخرجوا لي هاد لي بارامتر خاوه. الوغ تسو كافي صافي، اون فوا خرجت دوك لي بارامتر كنجي كنكتب غنكتب 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 دابا هذه القيسه انت اكس مكتوبه بدلاله زد والايكغيك، هادو كاملين غنمشيو ليهم مكتوبين بدلاله زد والايكغيك، ما غتلقاش عندي اكس هنا. واخا لقيتيها غندير كتساوي صفر، غندير اكس اكس صفر هي صافي صافي. الوغ اول حاجه قلنا نكتب الاخرين كاملين بدلاله زد والايكغيك، علاش؟ حيت عندي الاولى مكتوبه بزد والايكغيك. الوغ كنجي ندير اكس كتساوي لينا هانت هاد واحد فوا زد هي زد، واحد فوا زد هي زد ناقص جوج فوا ايكغيك اللي هي ناقص جوج ايكغيك، هي هادي يعني ما درت والو، درتي واحد فوا زد عطاتني هي زد ناقص دوز ايكغيك هي ناقص دوز ايكغيك. غنجي عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لهنا، ايكغيك كتساوي لينا الوغ قلنا واحد فوا زد، حتى هنا غندير صفر فوا زد، صفر فوا زد اللي هي صفر زائد ايكغيك فوا واحد اللي هي ايكغيك، ايكغيك فوا واحد هي ايكغيك، يعني هادي كاملة راه كتعطيني ايكغيك. نفس الطريقة ندير بالنسبة لزد، زد قلنا هي واحد فوا زد، واحد فوا زد بلس ايكغيك فوا صفر، ايكغيك فوا صفر اللي هي صفر، إذا غتخرج ليا هي زد كتساوي زد. علاش درت هادو؟ حيت هادو هما لي فيكتور اللي خصني هنايا، اي واحد واي جوج هما هادو اللي غنجبدهم من هنا. الوغ عندي او كتساوي، كنجي كنحط او كتساوي، هاد او هادي كتساوي اول حاجه غنجي نحط الفيكتور ديال اكس وغنحط الفيكتور ديال ايكغيك، غنكتبها شويه لتحت. الو او كتساوي لينا غنكتب لي فيكتور او بلس ونحط عاوتاني واحده اخرى هنا وندير فيها ديال اخرى. الو غتشوف عندي هنا شنو عندي هنا، نبدا بايكغيك، ايكغيك شنو عندي فيها، عندي ناقص جوج ايكغيك غنكتبها هي ناقص جوج ايكغيك، هذه العمليه الاولى فيها ناقص جوج ايكغيك. ثاني عندي فيها شنو عندي فيها، عندي ايكغيك، ايكغيك في واحد هي ايكغيك، ها هي ايكغيك هنا عاوتاني عندي ايكغيك في صفر هي صفر، كنجي كنكتب صفر ايكغيك في صفر هي صفر، هنا ما درتش والو درنا ايكغيك في واحد هي ايكغيك ناقص جوج ايكغيك ها هي كتبتها. غنجي عاوتاني نشوف ديال زد، زد عندي شنو عندي فيها، عندي واحد في زد هي زد ها هي صفر فوا زد هي صفر، و الاخرى عاوتاني عندي هي واحد فوا زد هي هي زد ها هي. يو كتساوي لينا الوغ دابا كتشوف عندي هنا ايكغيكات وهنا عندي زادات غنعمل بهم، اذا ايكغيك عامل، عامل شنو ايكغيك فاش غنضربها باش تخرج ليا ناقص جوج ايكغيك، غنضربها في ناقص جوج ايكغيك فاش غنضربها باش تخرج ليا ايكغيك غنضربها في واحد، وايكغيك فاش غنضربها باش تخرج صفر صفر ها الاولى بلس زاد عامل شنو، زاد عامل لواحد، زاد في واحد هي زاد، زاد في صفر هي صفر، اي زاد في واحد هي زاد. دابا انا كتبتها على الشكل اللي بغاو، يعني ان هاد هاد او هادي شنو كتساوي لي، او اللي هي ذات الاحداثيات اكس ايكغيك زد كتساوي ليا ايكغيك فوا
هذه هي غنسميها هي اي واحد. انت اي واحد كتساوي لينا هي الفيكتور ديالاش ديال ناقص جوج واحد صفر، و اي جوج هي ذات الاحداثيات واحد صفر واحد واحد صفر واحد. و الو اي غريك فوا اي واحد بلس زد فوا اي جوج، y فوا اي واحد بلس زد فوا اي جوج. انا دابا بينت بلي راه اف فونكسيون جينيراتريس. علاش؟ راه كتنتمي لا فامي جينيراتريس، حيت عندي u كتساوي لي y في u واحد بلس زد فوا اي جوج. اذا f est une famille génératrice. Est une famille génératrice. Famille génératrice. Génératrice. Une famille génératrice. Alors, maintenant f est une famille génératrice. Ou, galou li pou yhedd i1 ou i2, j'ai hedd tom i1 ou i2. Hadoum les vecteurs li kayn. Alors, hoka kankounou qed ntahina men tmrin. إذن أي حاجة عطات قالت بيه لي أنها فامي جينيراتريس كيخصك تمرن هاد المراحل اللي درت. ألوغ إلا بغيتي تعرف هاد الشيء هذا واش عندك صحيح أو لا لا، كتجي تشوف دوك لي فيكتور اللي عندك. مثلا عندي خرجت لي إي واحد، غنجي نعوض هاد لا فونكسيون نشوف واش عطاني هاد التساوي هاد. إلا عطاني داك التساوي عندي الفيكتور صحيح بالنسبة ليهم جوج. غنجي نجربو. أولا عندي هادي قلنا كتكون لي بالأوفسور أوسو كونسوب، يعني إكس إيكغيك زد. غنجي نعطي فيما لقيت إكس نعطي ناقص جوج. الوغ اكس غنعطي ناقص جوج، و ايكغيك عندي فيها واحد، و زد عندي فيها صفر. الوغ غنتعوض معايا، عندك ناقص جوج تولي عندي هي ناقص جوج، ياك ايكغيك عندي فيها واحد، جوج في واحد اللي هي جوج، جوج في واحد اللي هي جوج، و زد عندي فيها هي صفر. ناقص جوج زائد جوج هي صفر، ناقص جوج زائد جوج هي صفر، ناقص صفر هي صفر، إذا صفر. غادي لقيت الأولى صحيحة، الفيكتور الأول عندي صحيح. نجربو الثانية. عندي x فيها واحد، y صفر، z فيها واحد. الوغ x نعطيها واحد ها واحد، y صفر جوج صفر هي صفر، و واحد نعطيه لهنايا z هو واحد. الوغ عندي واحد ناقص واحد هي صفر، إذا لي فيكتور الثاني تا هو صحيح. هكا باش كنبين أن لي فيكتور ديالي صحاح ولا غلطين، كنشدهم كنمشي نعوضهم في لا فونكسيون، خصو يعطيني داك التساوي. سيبوزون أنه عطاني هنا كتساوي واحد، الوغ خصني داك التساوي يخرج لي كيساوي واحد. إلا مخرجليش راه لي فيكتور لي خساريت راه ماشي هما هادوك. خصني نزيد عاوتاني نقلب على فيكتور اخر. وكنتمنى يعجبكم الشرح ديالي، الى عجبكم حاولوا تشتركوا معايا في القناه باش يبقى يوصلكم جديد ان شاء الله بحول الله. مازال غادي نخدم بزاف ديال التمارين وبزاف ديال لي كور، سواء في الميكرو سواء في الماكرو. والله يوفقكم والله يجيبكم تيسير.